اهلا بحضراتكم من جديد. سوبر المصري للانديه الابطال اكيد جزء لا يتجزا من نجاح هذه البطوله الرايه والصفاره. هتحسم مباريات وممكن لا قدر الله تفسد مباريات. النهارده فقره تحكيميه مهمه جدا، هنتكلم في تفاصيل اعتقد ناس كتيره ممكن تسمعها لاول مره. لان التحكيم بالنسبه لنا مش حاله تحكيميه، هدف ولا تسلل، لعبه فار ولا مش لعبه فار، اداره ولا تفاصيل كتير ممكن نشوفها في التحكيم. لذلك في هذه الفقره بينورني وبيشرفني الكابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي اللي هنتطرق معاه لتفاصيل كتيره جدا على طواقم تحكيم مباريات كاس السوبر. كابتن ناصر منور الدنيا وسعداء بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي. تحياتي لك محمد وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ببارك لك على البرنامج وبتمنى طبعا انك انت ربنا يوفقك وباذن الله ان شاء الله انت ماشي بشكل كويس يعني بشكل الحمد لله. احترافي ان شاء الله ربنا يوفقك في اللي جاي. المهمه صعبه بالنسبه لك واكيد انت عندك الدوافع انك انت تبقى الافضل، فبتمنى لك ان شاء الله التوفيق باذن الله. ان شاء الله ندخل على طول في الموضوع. هندخل بس ليا نقطه مهمه جدا يا كابتن. اتفضل. النقطه المهمه هي لما بنتكلم على الدعم المعنوي للحكام ده مهم جدا. يعني ايه دعم معنوي يا كابتن محمد؟ احنا شفنا النهارده يعني وانا حكم صغير وانا حكم دولي وانا محاضر في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي دايما الدعم بالنسبه لي مهم جدا جدا جدا، خاصه في ظروف هذه الدوره اللي موجوده. فالنهارده انا مش مجامل ولا حاجه، ولكن انا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي. دي بدايه ودي حقيقه لابد ان احنا نقولها. النهارده ضرب المثل في ازاي يقف جنب حكام مصر، ازاي يديهم الدعم المعنوي، الدوافع، مسانده. دي حاجه كانت موجوده جدا جدا في النادي الاهلي لابد ان احنا نشيد بيها، لان كانت الحكام محتاجه الكلام ده كابتننا، محتاجه ان هي الانديه تقف. من غير ثقه الانديه في الحكام مفيش تحكيم. اللي بيدي الحكام الثقه وبيدي الحكام الباور اكيد والقناعات هي الانديه. النادي الاهلي النهارده وقف مع الحكام بامانه بشكل جميل جدا ورائع، وقال لهم احنا معاكم في البدايه، خاصه احنا عندنا حكمين معروف وامين عمر كاس عالم 2026، دفعه معنويه كبيره جدا جدا تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. طيب ندخل بقى في الموضوع لان عندنا تفاصيل النهارده غريبه شويه، ويمكن انا قبل ما يكون معايا كابتن ناصر تطرقت ليها في الانترو. ست حكام في مباراه الزمالك وبيراميدز وخمس حكام في مباراه الاهلي وسيراميكا. ترجم لي يا كابتن ناصر ازاي نسافر ب 11 حكم؟ البدايه وهنا يمكن عامل جدول ودي نقطه مهمه جدا وعامل مقارنه، دايما بحب المقارنات. مقارنه بحكام السوبر 2023 كم كان عدد الحكام يا كابتن محمد؟ والمقارنه بالحكام في 2024. في 2023 كان عندنا 14 حكم. أربع حكام ساحه على الشاشه اهي معانا. عندنا ثمانية كابتن هنا. الحكام أمين عمر، محمد عادل، معروف، بنا. نروح للمساعدين أبو الرجال، أحمد حسام، سمير جمال، سامي هلهل، أحمد توفيق طلب، هاني عبد الفتاح، يوسف البساطي، كان وائل شعبان من خارج القائمة الدولية. يعني السبعة هنا الدوليين مساعدين موجودين معاهم وائل شعبان، دي ثمانية. وعندنا هنا أربع حكام، أدي 12. وكان عندنا حكام كبار كان محمود عاشور وطارق مجدي 14. ما عندكش أي مشكلة في اختياراتك للماتشات. تعالى النهارده نشوف اختيارات 2024. هو احنا بنتقدم ولا بنتاخر؟ المفروض نتقدم. نتقدم. نشوف سلبياتنا يعني في السنه اللي فاتت كده. نزود. ليه يا كابتن بقول الكلام ده؟ لانك انت النهارده لابد يكون عندك اختيارات، عندك مباراه السوبر دي مهمه جدا. طب سؤال، لو حكم لا قدر الله في الماتشين الاولين حصل في اخطاء. القايمه معانا اهي. نيجي بقى للقايمه ديت. نروح للحكام امين عمر، معروف، محمود ناجي، احمد الغندور، دول اربعه. عندنا هنا اربع حكام مساعدين ومعاهم عمر فتحي. يا ده فرق شاسع قوي. تمام. وعندنا حكام الفار هم محمود عاشور ووائل فرحان. حتى كدوليين في المساعدين كلهم مش دوليين. عندنا ابو الرجال بس واحمد حسام دوليين، وعندنا شريف عبد الله، هاني خيري، عمر فتحي. ثلاثة مش دوليين. اوكي. انا ما اعترضش على ثلاثة مش دوليين، هم عندهم خبرات، شريف وهاني وعمر، ولكن انا بتكلم على عدد. السؤال نمرة واحد. انا النهارده كابتن محمد حصل مشكلة في المرة الأولى والثانية، حكم مساعد حصل له لا قدر الله، بنتمنى طبعا التوفيق للكل، خطأ تحكيمي فادح. النهارده هل انت هتلاعبه المباراه اللي بعد كده؟ طيب عندك حكم عنده مشكله وده وارد، مشكله فنيه او مشكله بدنيه او مشكله اصابه، كل شيء وارد، كل شيء وارد. فليه انا اضغط نفسي؟ السؤال، انت قلت حاجه جميله جدا، احنا عندنا في المباراه الاولى ومرتين ست حكام موجودين. ما طالما سته في الزمالك وبيراميدز يبقوا سته اهلي وسيراميكا. تعالى بقى قول لي المشكله دي تتحل ازاي.
كابتن في حاجه مهمه، وانت كنت في اتحاد افريقي لابد من طاقم التحكيم قبل المباراه في حاجه اسمها الميتنج ماتش، ان الست حكام مع المراقب قبل المباراه بساعه ونص. مظبوط صح؟ ليه ساعه ونص؟ لان انا النهارده بشرح انا كحكم خطه اللعب لحكامي. طب النهارده الراجل ده هيبقى عندنا حد ناقص، يبقى انت معاك خمس حكام بس. السادس ده عقبال ما يجي كابتن من المباراه الاولى هيتاخر، على الاقل هيجي لك المباراه الاولى الساعه 4 و5، المباراه الثانيه الساعه 8، عقبال ما يخلص خلص لو في ركلات ترجيح هيتاخر، هيجي لك متاخر. فانت النهارده الراجل حتى مش هيلحق في الطريق ماشي. وانت وحظك. هو ليه انا اضغط نفسي؟ فانا كان عندي حاجه مهمه جدا لابد ان انا اتكلم فيها. انت النهارده صفرت معدي لياقه بدنيه، كل الاحترام والتقدير ليه يا كابتن محمد. كابتن محمد ابو خاطر راجل مجتهد وبيشتغل شغل كويس قوي. سؤال حضرتك، انت وديت معدي لياقه بدنيه مع الحكام، وكان عندنا خالد حسين انت اخترته في الاول وبعدين ما سفرتوش، يعني اختار حكم وبعت صوره الباسبور وكل حاجه، وفي الاخر في اخر لحظه تراجع. سؤال ايهما افضل، انا كلجنه الحكام وانا مسؤول لجنه الحكام، معدي لياقه عندي افضل ولا الحكم؟ الحكم طبعا. وهقول لك ليه يا كابتن، خصوصا هم حكام دوليين فمش محتاجين معد يكون معاهم. الله عليك. كابتن محمد، هو امين عمر سافر كم مره سفريه ومعروف والغندور وراحوا، هل كان معاهم معد لياقه بدنيه؟ ما كانش معاهم معد لياقه بدنيه. يبقى انا النهارده اختار حكم، بدل ما انا عندي مشكله يبقى عندي ست حكام هنا وست حكام هنا. محمد خاطر قلت جميل قوي قوي، هو السؤال، هو انا كابتن محمد كحكم مش هعرف اعمل احماء لنفسي قبل المباراه؟ ما بيعمل في الملعب. طب امين عمر بيسافر تصفيات كاس عالم وبيسافر كتير قوي قوي، هو وغندور ومعروف ومحمود ناجي. صحيح. فدي كانت مشكله، كان انا شايف ان كان ممكن يبقى الحكم افضل يسافر مكان محمد ابو خاطر. طيب الحكام بقى اللي تم اختيارهم، احصائيات ادارتهم لمباريات الاهلي، نتائجهم في مش نتائجهم كمباريات يعني، ادائهم في الموسم الماضي، اختيارات بجد ممتازه ولا كنا المفروض نختار حكام تانيين مكان حكام موجودين؟ سؤال مهم جدا جدا جدا، وانا مش هدعي ان انا ملم باحصائيات الحكام من 4 5 سنين كانت محمد. كل الاحصائيات موجوده عندي بالمباريات بالتقييمات بتاعتهم بالاخطاء التحكيميه سواء للنادي الاهلي او لجميع المباريات. يعني انا النهارده ما بقول لك النهارده محمود ناجي الحكم اللي هو في السوبر النهارده هو ادار في الجوله 11 والجوله 34 مباراه فاركو للاهلي والاهلي، وادار الاهلي ومودرن فيوتشر. نيجي بعديها امين عمر في الجوله 8 ادار زد والاهلي، وادار في الجوله 32 الاهلي والبنك الاهلي. احمد الغندور لعب مباراتين برضك في الجوله 5 والجوله 20 الاهلي وبلديه والاسماعيلي والاهلي. اخر حكم في الموجودين هناك حكام السوبر كان محمد معروف، ادار الاهلي والاتحاد وادار الاهلي وسيراميكا. الاربعه بتقييم عام كمقيم ادوا اداء كويس. كان هناك خطا تحكيمي لم يؤثر. حسب ركله جزاء على رامي ربيعه تقريبا في مباراه فاركو والاهلي. اوكي. وما كانش مؤثره، ولكن عدوا الاربعه بشكل كويس يا كابتن محمد. اتمنى ان الاربعه يادوا اداء فيه العداله التحكيميه للكل. للكل يا كابتن محمد. ليه؟ كابتن محمد هذه البطوله النهارده انت بتقدم مردودك لحكامك. لو النهارده ما ابتديتش بشكل كويس قوي 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 كان عندك دوري. صح. لابد انك النهارده مع الدعم اللي موجود من الانديه ومع ثقه الناس كلها بحكامك، لابد النهارده ان يكون النهارده الحكام لهم دور. لابد يا جماعه النهارده ربنا يوفقكم، انتوا النهارده الكره في ملعبكم. انا عايز اقول لك بالمناسبه واحنا بنتكلم على موضوع اللياقه البدنيه، انا تابعت طبعا الحكام طوال الموسم، كانوا بيشتغلوا على عبر الواتساب، يعني المعد البدني يبعت على الواتساب البرنامج البدني وكله بيشتغل. ما بالك بقى انت رايح في السوبر فمش محتاج، خلاص يعني انت في الدوري شغال كده. يلا مفيش مشكله. بالظبط بالظبط كابتن حمد. طيب ده بالنسبه لمحمود ناجي. باقي الحكام يعني عدد مباريات اللي قدروها في الدوري السنه اللي فاتت. تمام. انا عامل حسابي يا كابتن، انا لو الوقت يسمح انا بتكلم على اكثر الحكام لعبا في هذا الموسم بالنسبه للحكام الدوليين. رجعنا لقينا امين عمر لعب 13 مباراه. تمام. وده جميل جدا جدا، لعب مباراه 3-3 فار. يجي بعديه محمد معروف يا كابتن لعب 12 حكم مباراه حكم ولعب 9 مباريات فار، يمكن هم ده الافضل او اكثر الناس لعبا في الدوري الممتاز الموسم اللي فات. تمام. فنقطة مهمة جدا يا كابتن، قلت لما قلت النادي الاهلي بيدعم حكامنا وده شيء مهم جدا، كان لابد ويمكن ليه عتاب صغير على اتحاد الكرة. النهارده كان محمد فاروق النهارده رئيس لجنة الحكام طلب طلبين صغيرين قوي يا كابتن محمد. طلب نمرة واحد ان يضاف عدد حكام يسافروا، للاسف دوت ما هذا الطلب اترفض.
طلب حاجه مهمه جدا جدا وسهله جدا جدا، زي للحكام يا كابتن، زي للحكام يا كابتن محمد. يعني انا النهارده لما بنزل الملعب لابد ان يكون في زي الاتحاد المصري، البادي التدريب، وفي نقطه تيشيرت في حكام دوليين عندهم الاطقم الدوليه بالظبط، وفي حكام مش دوليين. هقول لك على مفاجاه، ودي اول هقول لك على مفاجاه اعتقد مش بعيد عليك، ولكن هل تعلم ان البدل اللي الحكام رايحه النهارده او تصوروا بيها هذه بدل الحكام وليس بدل اتحاد الكوره، بدلهم الخاصه، بدلهم الخاصه، ان هم قالوا لبعض يعني ازاي نعمل شكل كويس حتى لو البدل تبقى متقاربه. وده كان المفروض يبقى فيه دعم يا كابتن محمد، زي ما قلت محمد فوق طلب، زي هو ايه ازاي بدل التدريب مفيش طلب تشيرت طلبه وتنفذ تسخين او احماء وشورت، حاجه بسيطه جدا جدا. ده الدعم اللي احنا بنتكلم عليه، الدعم اللي كان لابد ان الاتحاد المصري يقف جنب حكامه ودعم. ولكن ده هو الصوره، صوره الحكام بالظبط. انت هتلاحظ النهارده، بس مستغرب من فكره القعده والوقفه، يعني مش عارف يعني بص يا كابتن محمد هتلاقي حتى البدل مش يعني الالوان برضك فيها شويه على حسب هم ما قدروا طبعا، على قد ما قدروا، مشكورين طبعا ان هم عملوا زي دوت يعني حاجه دي بالاجتهاد الذاتي. كان لابد انا من وجهه نظري على الاقل يا كابتن تيشيرت وبدله مش هتكلف اتحاد حاجه، على الاقل لو انت تنزل بتعمل احمائك الاربعه اللي موجوده في الملعب بتيشيرت واحد. اوكي، مباراه بكره تمام، حكم مباراه الاهلي وسيراميكا وحكم مباراه الزمالك وبيراميدز، مش اختبار، انا عندي اسماء بس اسمع كابتن ناصر الاول. بص بالورقه والقلم، بالورقه والقلم والاحصائيات اللي عندي، معروف وامين عمر هيتشالوا للفاينل والثالث والرابع، ده طبقا للاحصائيات اللي موجوده عندي. اوكي، هيبقى عندي مين؟ غندور وناجي، محمود ناجي. بالورقه والقلم الغندور صعب يلعب للزمالك، اوكي، بعد وقعة جوميز، الله عليك. يبقى احنا واضحين، يبقى عنده ايه؟ ما انا بقول اهو. لا انا بقول لك، انا مش عاوز اتكلم في التفاسير، ولكن انا عندي التفصيله كلها. غندور مش هيلعب للزمالك ليه؟ في وقعة جوميز وماتش الزمالك والمصري والحاجات اللي هي، هيبقى عنده الاهلي وايه؟ سيراميكا. يبقى عندي محمود ناجي، ممكن هيلعب الزمالك وبيراميدز مش صعب جدا 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 جدا، وماتش الاهلي وسيراميكا صعب قوي قوي، هيلعبه احمد غندور. معروف انا متوقع ان هو يلعب نهائي كابتن محمد، امين عمر، يعني هي في مبادله ما بين معروف، اثنين مرشحين كاس عالم، اي حد فيهم يلعب نهائي انا ما عنديش مشكله، بتمنى من خلال قناه الاهلي. تاني بقول بشكر مجلس اداره النادي الاهلي على دعمه لحكامنا، والكره النهارده في ملعب الحكام من فضلكم قدموا لنا تحكيم طيب، يعني يبقى أفضل على مستوى الحكام المصريين. طيب ما تستغربش برضه، احنا الحس الصحفي ساعات بيشتغل شويه، ممكن تلاقي محمود ناجي في الاهلي وسيراميكا، ومش بعيد تلاقي واحد من الاثنين، يا امين يا الغندور في الزمالك وبيراميدز. هتكلم بتفصيله، امين ما ينفعش يلعب للزمالك. لو هنرجع الاسبوع الثاني كابتن محمد، الجوله الثانيه من الدوري، امين عمر كان عنده الزمالك والمقاولين العرب، حصلت اللعبه اللي هي لو تفتكر جوه بره بالظبط كده، فحصل برضك مشكله، فاحنا مش عاوزين نعمل يعني على الاقل كلامنا كده كابتن ناصر، مفيش حد هيحكم للزمالك خلاص. ما انا بقول لك، انا بقول لك ايه على ورق، وانت عاوز تنجح مسابقه، انا بقول لك اهو الافضل من وجهه نظري معروف وامين عمر يتشالوا في ثالث ورابع او النهائي، خاصه كمان ايه انت بتدعمهم لان رايحين كاس عالم 2026. عموما هنستنى ونشوف تعيينات النهارده، بالمناسبه ممكن يتم الاعلان عنها من اتحاد الكوره، واتمنى تعلن اصلا قبل سفر الحكام، يمكن يعني حكام مباراه الاهلي والعين من قبل الماتش ب 10 ايام معايا الحكام من دلوقتي، بس ان شاء الله هنخليها الحلقات الجايه. فنتمنى التوفيق للحكام. كابتن ناصر انا بشكرك، نورتني وشرفتني، واكيد هيكون عندنا حلقات ثانيه في جزء كده احنا محضرينه بشكل ايجابي في برنامج الترند. جاهزين يا كابتن محمد؟ جاهزين ان شاء الله. جاهزين ان شاء الله باذن الله. فقره كانت مهمه جدا واطلاله سريعه على طواقم تحكيم لقاءات السوبر. بعد الفاصل المحتوى والسوشيال ميديا وصناع المحتوى، معانا مفاجاه حلوه النهارده، احمد قيشو وصناعه المحتوى على السوشيال ميديا، خاصه لما بنتكلم في الترند الايجابي. كل ده ولكن بعد الفاصل.